حبابكم من جديد، وحبابكم كلكم وين ما كنتم سعيدين بكم كامل السعاده انه احنا نواصل معاكم الموج الازرق اف ام. تحيه لكم، تحيه صباحيه جميله جدا، ان شاء الله تدخل بيوتكم تلقاكم في اتم الصحه والعافيه. التحيه برضو هي مخصصه شويه من فريق العمل، وتحيه كبيره جدا وجميله جدا، وتحيه بنبعث بكل الحب من قناة الهلال لأم زميلنا مهيد، والدتنا ووالدة ووالدة الكل. تهاني أبو ذهب لك التحايا، وإن شاء الله الأيام المباركة دي تملاكي بالرحمة وبالبركة، وتملاكي بالعافية دائما، وتكوني دائما إن شاء الله حوالينهم، وبتعمريهم بكل الجمال وبكل المودة وبكل المحبة. ولسه أنت أم بتدي كثيرا، إحنا عارفين دور الأمهات هو قدر شنو، مليان بالعطاء ومليان بالحب. كمان مهيد بحيا أهله كلهم في رفاعة في الجزيرة، وأهله كلهم في شندي. تحايا لكم كلكم أحبابنا وين ما كنت، في كل حتة في السودان أنا كمان بحييكم وبارك لكم الأيام المباركة دي، إن شاء الله البركة تملاكم. ومعانا ضيف بقدر ما هو في مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا في الفيسبوك، هو عامل جو بقدر ما انه هو حب يشاركنا الفرحه لليله بجو لطيف والبسيط. ومنه كمان احنا بنحيي اهلنا كلهم في نوباتيا، محس، حلفه، دناقله، كلكم احنا بنحييكم في الصباح الجميل ده. وكمان هو بحييكم اوعى من الرطانه عربي بس ان شاء الله يا استاذه. السلام عليكم ورحمه الله. استاذه تغريده، اولا اشكركم على هذه الاستضافه الجميله. نعم. وجمعه مباركه، ونبارك الشعب، نبارك على الشعب السوداني بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. الله يديكم العافية إن شاء الله. المعز أول المعز، صح المعز؟ أنا اسمي الحقيقي المعتز محمد عيسى. شفت أنا بس مع محسن بس أي محسن متلصقين شديد الاسم. المعتز محمد عيسى الملقب بمحسن. نعم. طيب نحن نبقى على محسن دي، نبقى على ياسين. جبتنا لا جبت لنا معك ملوحه ولا بصل ولا اي حاجه، بس بروحك بس. والله العظيم الكلام ده فيه لون كبير شديد. والله في ما الواحد الا 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 زول يطلب مني كده، لكن بنت الغا نفسي ما اقدر اجيب، لانه احتمال في ناس ما بتاكل الملوحه. والله في ناس ما بتاكل، لكن احنا ما عندنا معاه ممانعه. وطيب بذكر المولد، ويمكن يا محسن المولد عنده تفاصيل، في كل منطقه من مناطق السودان بيكون عندهم عادات. نعم. بتختلف عن المناطق الثانية كده. أول حاجة نحيي المشاهد بشوية غفشات كده من خلالها برضو نجمل القعدة دي. والله إن شاء الله. والله يا أخي أنا عندي نقطة كده بتقول، في واحد مشى محل الحلويات بتاعت المولد اللي بيبيعوا فيها الحلاوة، مشى عشان يشتري عروس العروس بتاعت الحلاوة، مشى قال له عليك الله يا أخي أنا داير لي عروسة، دار اشتري عروسة بتاعت الحلاوة. قال له والله يا أخي العروسة اللي بيه 5000. استغرب كده قال له طيب ما في مطلقة. حتى عروسات المولد بقت ليه جوا. والله تحية لكل المطلقات، يعني هم بكامل ألغهم سيدة في الآخر. وتحية لك. وكده نمشي للمحس قبل ما نستقبل المكالمة، أكيد كمان المكالمات هي حاضرة معنا. نمشي لبلدكم والمولد هناك شكله قاعد يكون كيف يا والله يا استاذ انا في الحقيقه يا اخي انت عارفه انا مش 90% 94% فاكرين انا من المحس. انا اصلا ما من المحس. لكن المحس دي حبايبي واولاد عمي وبحبهم شديد، وبحب المحس وبحب السكوت. طيب واللغه طيب احنا لانه كلمه رطانه دي اصلا هي ممنوعه. يلا طيب اللغه. اللغه يلا، احنا نوبيين اصلا. النوبيين بيتقسموا بيتجزاوا الى نوبيين حلفاوين، حلفه وسكوت ومحس ودنقلة. وعندنا الكنوز في حلفة جديدة، في حي اسمه حي الكنوز في وادي حلفة ذاته، في وفي حبايبنا النوبيين اللي في أسوان أنا بحيون من هنا لهم التحايا كلهم، لهم عاطر التحايا دي المتواجدين في أسوان. يلا احنا ناس حلو، ما بحب العنصرية والله يا أستاذة، لكن شنو يعني لازم أوضح لك، لأنه أنا حتى في التيك توك متابعيني مثلا لما نعمل حاجة، لما يجي مثلا داير يتنمر فيني بيقول لي مثلا يا اخي يا دنقلاوي يا متخلف او يا محس يا ما هما كده. حس يعني احنا معانا سليم ذاته من دنقله، كان الامكم كلكم مع بعض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يسعد صباحك يا سليم. تغريد الخواص، كيفك ان شاء الله؟ طيب تحيه ليك من قبل وللاخر كنترول، تحيه ليك انت كمان ومره ثانيه اخذت التغريد حبابك. بحيي كمان بحيي ولدنا ده ود الشماليه ود المحس. نعم. مرحبا بك، الله يديك العافيه استاذ. حبابكم والله، واللمة سمحة والمصطفى ذات سمحة جابتك انت يا سليم في حضور محسن. والله فرصة سعيدة نتلمة كده، انت ذاتك من الشمالية ما شاء الله. نعم.
انا من السودان كله والله، لو هبشنا رحنا بنلقى في كل حته عندنا زي ما بقولوا دم، عندنا عرق. عندنا برضو اشرف معاكم من الشماليه، وعندنا يعني ناس كتار ما شاء الله في بلاد الهند. نعم حبابكم والله على عيننا وعلى راسنا. نعم تفضل يا سليم، اذا حاب بتحيي زول ولا حاب انك ترسل اي تحايا بمناسبه المولد. والله انا بحيي وبهني كل الامه الاسلاميه. نعم. في كافه انحاء الدنيا بمناسبه حلول اعياد الميلاد، مولد الحبيب المصطفى اليوم صادف الاول من ربيع الاول ربيع الخير. نعم. وبدأ يوم الجمعة ما شاء الله بداية خير. نحيي كل الأمة الإسلامية بهذه المناسبة. نعم. العظيمة حبابك الجليلة والتي تمتد يعني أكثر من 12 يوم، ونقول لهم إن شاء الله في الأيام المباركة دي ينعدل الحال وينصلح الحال إن شاء الله يا رب العالمين، بنجي لشعب السودان إن شاء الله. لو سمحت يا تقريبا أنا نعم. يعني أرسل رسالة لأهل الشرق يعني حبابك، أقول لهم يا إخواننا الشيء اللي يحصل ده يعني نحن نعايل للسودان يا إخوان، نعايل للمواطن المسكين، الحكومات بتذهب والسياسة بتذهب كل حاجة بتذهب، لكن يا إخوان نعايل للشعب السوداني المسكين ده للمواطنين. يا ريت والله، يعني الموانئ الآن مقفلة والحكومة بتجتهد إنه يعني يعملوا حلول. نعم. حلول يعني وضعها، لكن أنا بقول لهم يا إخوان افتحوا الطريق عشان المواد الغذائية والمواد بتاعت العلاج الآن في مرضى وأن ما عندهم أي ذنب، كان كده نتمنى من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله كتر خيرك. ودي رسالة مهمة جدا ومناشدة يمكن هي تكون على لسان كل زول ولسان كل شخص هو تعبان وبعاني وكادح، وكلنا الحمد لله بقينا كادحين في البلد دي، ومن أمس ومن أول أمس رجع صفوف العيش من تاني ورجعت قطوعات الكهرباء من تاني، دي كلها بس لتأثير التأثير البسيط اللي بدينا نحسه. كمان بعد شوية حتأثر على الأدوية وحتأثر على حاجات كثيرة. بنتمنى إنه الناس تحكم صوت عقلها وتخط الوطن أول حاجة دامه، وكيد ان شاء الله كل المطالب حتكون مجابه بس تكون بصوت العقل، ولا ما كده يا محسن؟ ايوه صح فعلا. ها قلت لي في العنصريه كانت عليك. يلا انا يعني بحب اقول انا نوبي يعني. انا لما طبعا الحمد لله عندي متابعين في التيك توك خاشه على 200,000 متابع ما شاء الله. هذا من فضل ربي طبعا. يلا الناس قدري ما تسالني انت من وين، ما دار اوضح لهم انا من وين، لكن من خلال مثلا التصوير بصور لهم مثلا المدينه الان القاعد فيها بوضح لهم انه انا من، في ناس بيفهموا انا من وين وفي ناس ما دارين. بتدخل لغه في المقاطع؟ والله يا اخي انا طبعا النوبيه دي ما طبعا السوداني ما قبائل، ما كل الناس بتفهم اللغه النوبيه. نعم. فانا في ناس بيطلبوا مني اعمل حاجه، انا اصلا بديت بالاسكتشات النوبيه، انا اصلا يعني هسه احنا النوبيين يعني نادر جدا ما واحد بيعمل دراما نوبيه، الناس كلها مركزين على الاغاني. بالرغم من انه يعني انا شايف في رايي انا شايف انه الدراما بتوصل رساله اكثر. نعم. الدراما يلا الناس بس مركزين على الاغاني وكده. قمت انت طفرت بالموضوع ده؟ ايوه انا في البدايه بديت بسكتشات نوبيه، فعندي اصحابي قالوا انت طبعا طالما عرضت نفسك للجمهور وكده انت حاول وسع شغلك، اعمل يعني حاجه عامه كده يعني مثلا الحاجات السودانيه العامه، القضايا مثلا تعالج لك قضيه وتوصل رساله للشعب السوداني عامه. وانا اصلا انا موالد حلف الجديده القريه 7 هاجت لبيره شمال، ورحلنا زمان مع ابوي وامي واخواني كلنا مشينا الشماليه وادي حلب. ترحلت وبعدين يلا انا جيت البلد دي. ايوه انا الخرطوم. هذا شو جوات الجطافي العامله في التيك توك وعامله في الفيس وتهبش في الناس بي جاي وده تهبش وفي جاي والحاصل شنو؟ والله دي ما حاجات كوميديه، وبالمناسبه انا ما قاعد ازعل، والله في ناس فاكرين انا قاعد ازعل، لكن انا عمري في حياتي اصلا الدنيا دي فانيه وكلنا أيوة راحلين، فلو يعني العمر مره واحده الواحد يحاول بقدر الامكان انه يترك اثر طيب ويقدر يسعد الناس ويضحك الناس. والله طبعا مستحيل انا اقدر اضحك الناس كلهم. ايوه في ناس بيضحكوا لك وفي ناس كمان الضحكه دي بيابوها كلهم. ايوه يلا، واحنا الشعب السوداني يمكن ما كلهم نقول 80% الكوميديا دي عندهم زي حاجه جديده يعني حاجه متخلفه كده يعني بلا مؤاخذه مثلا. لا والله بالعكس الناس لا. كانت بتمشي المسرح وبتحضر. يلا في فئه كده الكوميديا يعني انا حاسب بقدم كوميديا كده انا ما يعني مثلا يعني انا ما بتصنع
انا شايف انا شايف روحي انه انا في الكوميديا ما بتصنع. طيب يمكن يعني مثلا عشان الضغط المعيشي والناس اخلاقها زي ما بقول واصله اخيره والزهج والحاجات الحاصله اللي احنا كلنا عارفينها دي، مرات الزول ما بيكون عنده روح ذاته عشان يقعد مرات يضحك له في تفاصيل. أيوة. ولا انت شايف ممكن يكون شنو السبب؟ لا صح، يلا سبب في ناس طبعا ما 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 كل الناس واحده، في ناس بيكونوا يعني في ناس بتكون كده متضايقه، حتى مثلا واحد يقدم كوميديا مثلا او يعمل اسكتش خفيف كده بيقول يا اخي عليك الله ده شنو ده كمان يا اخي احنا في شنو والناس في شنو، يعني هو قال يعني هو داري يعبر عن نفسه يعني داري يخلي الناس كلها بتواجه تنمر كثير شديد. ايوه داري يخلي يعني هو قال الناس كلها يعني منفسنين زيهم كده و... والله يعني احنا الحاجه اللي فيها دي يا اسد عليك لو تجيب النفسيات الوضع الحاصل ده زي ما قلت لك جبال هو فعلا بيجيب النفسيات، لكن كمان الضحكه يا جماعه عندها مساحتها، والزول ذاته لو ما براه وفرق على نفسه شويه شويه ذاته بيتعب وبيمرض. أيوة والله لا ما قال لك برضو الضحك ممتع ومفيد، لكن علينا ألا نجعله رفيقا في كل الأمور. أنا الواحد ما حياته كلها ضحك كده. أيوة حياته يلا كلها أنا أقول لك حاجة، أنا يلا أنا شخصيتي ال في السوشيال ميديا ما نفس الشخصية العادية، يعني مثلا انا بقدم سكتش كده بعمل حركات بوشي كده و... ايوه هي ما دي حاجه بتلازم المقطع، لكن كمان احمد المبارك شراجينا في الخط وما يقول انتظر كثيرا، احنا نرحب به. واحمد ازيك؟ السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه حبابك والله. استاذ تغريد ان شاء الله طيبه يا اخي؟ انا طيبه الحمد لله، كيفك انت؟ ان شاء الله كويس. تحيه ليك يا استاذ تغريد، تحياتي لكل اهلنا بمحليه الحصائيه غريت بغينا برضه بتسلم عليهم. ليهم التحايه والله وتحايه لك انت وحريضه لضيوفك المشو وضيفك الموجود معك الان حبابك، وتحياتي لكل الشباب اللي معك ناس مدثر ابو شام عليك الف تحيه يا غالي. هم كمان بحيوك والله وكمان مبسوطين برضه بيسلم عليك. الجميله نعم نعيش نفحات المولد يا استاذ تغريد. عليه الصلاه والسلام. نعم اول حاجه نحمد ربنا سبحانه وتعالى انه حضرنا وشهدنا لزفه المولد وشهر خير وشهر بركه وشهر تواصل. في نقول للرسول عليه الصلاه والسلام والبخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي نصلي عليه كده جميعا. عليه افضل الصلاه والسلام. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الاول في عام الفيل. نعم. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم من امه امنه بنت وهب. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم لينا مكهنا مختونا. ما شاء الله. خرج من بطن امه امنه بنت وهب نور اضاء بصور بصرى اي اضاء والشام ما حولها. نعم. عليك الصلاه والسلام يا رسول الله. عليه الصلاه والسلام. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. مبشرا ونذيرا. رحمه للعالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وصفاته القرآن وما أرسلناك إلا رحمة الله. نعم. رسالة لمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم جميل وذكرى طيبة يتناولوها كل الأخوان في قناة الهلال وكل زملائك في قناة الهلال حضورا وغيابا. نعم. لأنه ذكرى جميلة وقدر ما نتذكر المولد الغصة تضعها في الحلق والله العبرة موجودة. نعم. لانه يا جماعه الشوق ذاته للمدينه والشوق لنفحات المدينه كيف. الحبيب المصطفى والشوق للحرم المدني والشوق للروضه الشريفه هي ذاتها يعني سلام. مجرد الذكريات دي بتخليك انك انت مش العبره تسد حلقك، ممكن الزور يحس انه راسه يعني تشتت وافكاره بقت بعيده، فان شاء الله ربنا يكتب لنا يا رب العالمين ويزودنا يا سلام ربنا ان شاء الله يا استاذ تغريد جميع العاملين في قناه الهلال حضورا وغيابا يا رب العالمين بغى الموج الازرق المشاهدين كلهم والمشاهدين على الشيء كله ربنا يكرمنا زياره المصطفى عليه الصلاه والسلام لانه ذكر المولد ذكرى جميله ويا ريت المولد والذكرى بتاعه الرسول عليه الصلاه والسلام ما تكون سنه في كل ثانيه وفي كل لحظه حتى الصغار يا جماعه بيفرحوا بالمولد نوريهم صفات الرسول عليه الصلاه والسلام كان خلقه القران وكان الرسول تولد في عام الفيل من الثاني عشر من ربيع الاول كان ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام جميله وكان ذكر حتى الصغار دخلت فيهم المحبه اشتري لي حلاوه المولد اشتري لي عروس المولد شوفي حتى مسميات حلاوه المولد الناس تتداول بينه وزي ما ذكرت قبل في الحديث حلاوه المولد وكانت حاجه بتكون طيبه وجميله وحتى الاطفال بينشأوا على ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم على المولد الجميل على الكلمات الطيبه على الرسائل القيمه اللي ادانا لها الرسول عليه الصلاه والسلام ودائما يا جماعه الرسول عليه السلام كان خلقه القران وكانت تبعاته كلها مربوطه بالقران كان كريما جوادا رحوما شفوقا بالعباد. نعم قدر ما نتحدث عن ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام يعجز اللسان وتعجز الكلمات. نعم لانه ذكراه جميله وفي الصحف وفي كل لحظه وفي كل ثانيه تمر علينا
صلى على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. يمكن غير العاده الليله ذاته يا احمد المبارك الكلام ذاته ما لاقي مساحات ولا قادرين نتكلم والله. اللي كانوا مع مهيئة العجب وحتى لسانك انت كان رطب بذكر الله يا استاذ عليه الصلاه والسلام. لا تذكرنا المشاهدين قبل ما تقول كلنا بنصلى على الرسول كده وبنستغفر وبنتوب. نعم. ودائما لانه اليوم الليله جميل والنفحات جميله في شهر المولد ونفحات المولد هي دائما نعم. ذكرى جميله وذكرى طيبه. ويمكن مصادفين اليوم الجمعه برضو ذكرى الجمعه بكذا بتكون في الخطب ان شاء الله حتكون نعم. اليوم عن المولد وحتكون ذكرى جميله وذكرى طيبه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. نحن شاكرين لك والله جدا يعني. شكرا يا استاذ تغريد تحياتي جميع الموجة الازرق كلهم بنسلم عليهم ونقول لهم ان شاء الله ربنا يديم كل مراتكم ويديكم اتباعكم ويديكم راحه الهلال حضوره وغيابا. حبابك والله حبابك كثر خيرك. شكرا لك يا استاذ كثر خيرك ان شاء الله ربنا يديك كل الخير والصحه والعافيه والسلامه. شاكرين جدا لاتصالك وشاكرين لكل شخص هو بحاول يتصل علينا والخط ما بجمع معاه وإحساسك واصل والتهاني والتبريكات لكم كلكم ولأهلكم كل الأمنيات إن شاء الله طيبة تشملكم. محسن كنت بتتكلم عن التنمر لكن كدخل ليهم المتنمرين ديل إن شاء الله ربنا يخليكم بأخلاق الحبيب المصطفى. ونحن في قاعدة هي جميلة وقاعدة كلها سماحة لكن كمان نحن زمان في المدارس لما يكون في مناسبة زي دي تحديدا في المدارس بيكون في جانب للمهرج وبكون في جانب كمان في الاحتفائية بتاعت المولد إنه لازم يكون يعني في شخص هو بيكون شايل معاه درام وشايل معاه تفاصيل سمحة من خلاله بيدمج الجو بتاع الفرحة للأطفال. أنت كمان أظن في الأيام دي برضو حتكون حريص إنك أنت تدخل بقدر الإمكان السعادة والفرح لقلوب الناس وهي الابتسامة وراها صدقة خلي إنك أنت تسعد لك زول ولا تفرح لك زول. يلا يا أستاذ أنا طبعا أعوذ بالله من كلمة أنا غايت ولا الأطفال بيحبوني شديد يعني بس حتى يشوفوني في الطريق بينادوني وكده وأنا بحاول بقدر الإمكان إني أسعدهم يعني. ف يلا لما يكون في تخارج بتاعت أطفال ولا كده بيطلبوني بمشي بعمل لهم يعني بهرج لهم كده. ادينا طيب بمناسبه التهريج ده ادينا سكتش سريع كده نحن طوالي منه حنختم وحنقول للناس مع السلامه. هديكم سكتش بال انا ما بتكلم مال الاطفال لنا كلنا يعني لا لا خلاص بتاع ثوب العفاف دي طبعا حاجه مشهوره كده الناس كانوا بيقولوا لي انت صوتك جميل في الاذاعه نعم بيقول لي يا من تلبسين ثوب العفاف يا من تلبسين ثوب العفاف عفاف قال الدائرة توبة. يلا الناس بتكون مندمج أنا لما عمل سكتش بيقول يا أخي أنت صوتك ما جميل ما تقدم خواطر لما نجي أقدم خواطر ما بيقول ما بلقد عمي من الناس بس إنه عفاف دائرة توبة كانت القفلة ظريفة جديدة. نحن الواحد بيكون كده مندمج سعيدين بك وسعيدين بحضورك المساحات حتكون مفتوحة لحضور كل الشباب اللي هم بيحاولوا دائما يقدموا الجديد والمتميز وكل عام وانت بألف خير كنت معانا ضمن اليوم أو ضمن التشكيلة بتاعت اليوم في المساحة الجميلة دي. شاكرين لك. الله يخليك يا أستاذة وشكرا نشكركم ونشكر قناة الهلال على هذه الاستضافة الجميلة والشكر والتحايا من هنا للأستاذ أشرف الكاردينال الله يديه الصحة والعافية وان شاء الله اكون بقيت لكم خفيف الظل عليكم ان شاء الله تعالى. حبابك يا محسن احنا شاكرين لكم كلكم المشاهدين وين ما كنتوا وكمان انت اشكر المشاهدين وقفل لنا الحلقه ونشكر المشاهدين وانا هنا بحيي كل المتابعين واللي بيحبوني انا كمحسن داري ما تحيي المتابعين نشكر لنا المشاهدين دول متابعينك دول معاك 24 ساعه ايوه طيب انا من هنا احيي المشاهدين الكرام مشاهدين قناه الهلال وأقول لكم كل سنة وانتم طيبين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وشكرا لكم كثير وبارك الله فيكم شكرا على المشاهدة ونتمنى لكم مشاهدة طيبة لحد ما نلاقيكم أبقوا طيبين.